لو رحنا لحته الترندات والحاجات اللي بتعلق، هنروح طبعا لحته مين اللي قتل فريده اللي سحل مصر كلها. انا بقيت مستغرب كل الناس بتقول لك مين اللي قتل فريده، وانا شكيت. انا ما بتفرجش اصلا على مسلسلات ساعتها، انت عارفه طبعا ساعتها بتصور. فقلت لا، ما انا عايز اعرف ايه موضوع فريده ده. فبقيت اسال الناس، فالموضوع ليه انتشر جامد قوي بالمنظر ده. بس انت عارف ان احنا في الاخر ما كناش عارفين مين اللي قتل فريده لحد ما خلص المسلسل. النهايه اتغيرت. يعني انتوا لحد دلوقتي مش عارفين مين قتل فريده؟ دي مصيبه. احنا سيبناها اوبرن. لا لا، بس اي مين ان كان في نهايه معينه، وحد قال دي اللي احنا كنا عارفينها يعني، وعاملين مسلسل عليها وممثلين على اساسها، فالموضوع اتسرب فغيرناه. وبعدين بس قعدنا بقى عملنا كمجموعه كده نشوف مين اللي قتل فريده. وبعدين ما اتقالش في الاخر مين اللي قتل فريده؟ لا لا اتقال، بس هي برضو اوبن اند شويه برضو. وفي حاجه انت مخبيها؟ لا والله. هي غالبا كانت مسابقه. انا بعرفك في حاجه انت مش عايزه تقولي. اسكت خلاص. تعالى انت اللي بتقول كل حاجه. عايز يقول لي. تعالى يا عاطف اسالني وانا اجاوبك. انا عارف. تعالى يا عاطف. ايه الموضوع؟ موضوع ايه؟ انت فاهم؟ لا والله ما فاهم. ايه موضوع فريده يعني؟ يعني في الاخر عرفتوا مين اللي كانت مرات المحامي مرات جمال سليمان؟ المهم ايه؟ هو طلع حاجه ثانيه ولا ايه؟ انت بتقول ايه؟ هو مش هو نفس المسلسل ولا دي فريده ثانيه؟ هو نفس المسلسل. بس هو نص في نص رمضان في حد سرب، لان هي قصه ايطالي سوريلدي. هو كان المفروض عمر اللي هو سعداني كان المفروض هو اللي قتلها. وصراحه كانت نهايه حلوه قوي. وغيروها؟ لا ما هي خلاص، ما هو اضطرينا يوم 12 رمضان مثلا حكوا قصه المسلسل الايطالي. فخلاص اتعرف مين. فقال لك يغيروا اي حاجه. انا سامع ان مامتك ما رضتش تسحرك باين في يوم لحد ما تقول لها مين. لا البيت كله كانوا كل الناس بتسال وحاجات كده، كله عايز يعرف. وقابل ناس تقول لي مين اللي قتل فريد. يا عم انا مش عارف مين اللي قتل فريد. ده انا نفسي مش عارف. انا بروح اصور كل يوم ومش عارف مين اللي قتل فريد.